أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا إمام مسجد يسأل ويقول: أقرأ في صلاتي الفجر والعشاء القرآن كاملا من البقرة إلى الناس على عدة أشهر، فهل يجوز ذلك؟ لا بالله ما يجوز هذا، لأن هذا يفتح بابا على الناس يتبعونك على هذا الشيء، ويعتبرون من لا يعمل هذا الشيء لا يصلح ولا يكون إماما. أنت فتحت على الناس بابا ما عمله من قبلك. نعم.